تتفرجوا فينا في توزر وفي كامل الولايات الجمهورية، مرحبا بكم. التصويت قلنا انتهى، الجمعيات الثلاثة، جمعية حماية الواحات بتوزر، جمعية إرادة للتنمية بتوزر، والغرفة الفتية الاقتصادية بتوزر. الجمعة اللي فاتت وقت التصويت فما برشا ستريس وبرشا سسبانس وريتابيت تستنى ولونباغا دو شوا وما عرفناش شكون نختار، وبرشا منكم نعرف اللي يتبعوا وفاقوا بجمعيات وفاقوا بديزينيساتيف ويستناو ولاو باش يشوفوا المبادرات تاع مختلف الولايات. قبل ما نعلنوا على الفائز باش نعطيكم كلمة يسرى فراوس، طيح ستريس، طلع ستريس، نحرش على راحتك. انا المومو هذايا ما نحبوش. اي شكون تختار انت؟ أنا نختار المستقبل، نختار فكرة أنه تكون تونس فيها بيئة نظيفة، فيها معالم حية، فيها دي سيركوي واضحين، لي سيركوي باراليل زادة للوفيسيال، ديما يحطونا على سكة واحدة، به أنه الناس تحطنا على سكك أخرى. تقولنا هذاك اللي اخترته المندوبية، أي ما يلزمكش تخرج منه، هذاك قررته المندوبية، هذيك وزارة السياحة وين تحب تمشي، لا أنا نوريك اللي تنجم تتبعني وتمشي البقعة ما خير مخبي عليك. المستقبل مهم جدا بالنسبه لنا. حمزه بلومي، هل انا اعطيت يمكن مؤشر شويه في الاول كي قبيله حكينا انا المبادره الثالثه، على خاطر نعتبر انه اعاده احياء الصاله نتاع السينما حاجه اكسبسيونيل، على خاطرها باش تدخل نمط وعاده جديده تماما للشبيبه اللي موجودين في توزر. اي دونك بور موا سي إعادة ما نقفوش هنا، نعاود نقول لهم الشبيبة زادة إن شاء الله مش لا بروجيكسيون، سامحوني أنا نقول لهم في البروجيكسيون وريترو بروجيكتور وعلى حيط سهلة نجموا نعملوها من غير دعم حتى حد، أما إعادة إحياء سال دو سينما نتاع توزر أنه نعاودوها نريقلوها ننظموها ننظفوها نعملوا لها كراسيها كذا، وي سا جو سوي بور 1000%. مبادرات للمستقبل، شكون اخترتوا اليوم بتصويتكم مشاهدينا؟ الجمعية اللي ربحت اليوم في برنامج علاش ليه على ولاية توزر هي يسرى، هي اثنين ادو جمعية إرادة التنمية بتوزر. برافو، جمعية إرادة للتنمية بتوزر، برافو. برافو يسرى، اي جمعية العقل والايكولوجيا والمستقبل. مبروك ليكم، مبروك ليكم جمعية إرادة للتنمية بتوزر ادو. يسرى انت اخترتها، شو تقول لهم؟ انا فرحانة بانهم بداوا، يظهر لي خطوة أولى مهمة. نقول لهم انه الطريق نتاع المجتمع المدني فيه برشا نضال، فيه برشا ساعات احباطات، على خاطر مش كل شيء مرهون بارادتنا، هما بيظهر ينطلقوا من فكره الاراده، الاراده يلزم تتوفر عندهم وتتوفر عند السلطه، وبلادنا اذا كانت تمسكنا بها نجموا تكون احسن مكان في العالم. باش يتمكنوا من اعاده صيانه ثلاثه معالم قديمه بهدف ادخالها في مسار السياحه الايكولوجيه، حمزه. اي با بالتوفيق ليهم، وان شاء الله كيما تفهمنا عادة بعد ما نرمموها نمشيو اكثر شويه من ترميمها، ان نستغلوها في حاجات اللي تنجم تخليها معالم منوره على محيطها. الجمعيات الاخرين الزوز اللي ما تعداوش توا ما ربحوش راهو ما خسروش زاده، على خاطر ما زالت عندهم فرصه باش يشاركوا معنا في البرنامج بمبادرات جديده. ذكركم علاش لا مرتكز على الأفكار والمبادرات والشباب اللي يحب يخدم في الحياة المدنية. يسرى فراوس شكرا ليك، ميرسي بوكو. شكرا ليك حمزة البلومي، نورتونا. عايشك، شكرا. ملتقانا الجمعة الجاية في قفصة، دونك تبعونا. يس داكوردو. يس. وتصوتوا برب إن شاء الله، ما تنسيش الفورمول هذيك. نصوتوا من الأول الناس الكل ومن بعد نقروا. باي باي.